امبارح في لقطتين او ثلاثه محتاج اقف معاهم شويه مع حضرتك واسمع رايك فيهم. اللقطه الاولى مرتبطه بمحمد شريف. محمد شريف كله الحقيقه شافه مهاجم واعد جدا، عنده قدرات تهديفيه كبيره جدا، ارقامه بتقول ده. وكان الكلام في الفتره الاخرانيه على فكره انه يكمل او يشتغل على نفسه خصوصا في العاب الهواء. محمد شريف امبارح في ماتش المقصه بيجيب هدفين بضربات راسيه، منهم هدف يمكن هنشوف لقطه احنا مجهزينها لحضرتك عمل فيها. انا بشوف انه التيك اوف اللي عمله محمد شريف اجمل بالظبط كده. انت عرفت هم قالوا لك انا عرفت انت عايز ايه. لا حقيقي نفس لقطه احنا يمكن مجهزينها، نفس لقطه رونالدو، القدره على انك انت تاخد تيك اوف وانك انت بتثبت في الهواء لمده اجزاء من الثانيه وبعد كده بتخلص الكوره. ازاي شفت القدرات دي بالنسبه لمحمد شريف؟ بص، في حاجه مهمه جدا، حاجه في اداء محمد شريف. اولا هو عنده سريع، ذكي جدا في تحركاته، اذا كان هناك تنميه لضربات الراس فانا شايف ان اللقطه اللي قدامي دي او الهدف اللي سجله هدف رائع، لان اولا التايمنج الطلوع نفسه تايمنجه كويس جدا. في باور، ما هو النهارده لو في باور النهارده في رجليك النهارده التكوف بتاعك بيبقى عالي. فالنهارده في باور، النهارده لازم يكون بيشتغل على الحاجات دي. لازم بيكون بيشتغل في التقويه، لازم بيكون بيشتغل يعني النهارده العاب الهواء دايما بتبتدي تاسسها من عضلات الرجلين. النهارده الرجلين هي اللي بتديك الحركه دي. فهو قطعا الفتره اللي فاتت دي استفاد من الحته دي، واستفاد ان هو ما بيجيبش اهداف بالراس فاستفاد، وده ذكاء لعيب. ذكاء لعيب يبقى عنده نقص في حاجه معينه، بيشتغل بقى كلها حاجات انديفيدوال. ممكن يجيب النهارده اي حد من الجهاز الفني يشتغل مع الحاجات الانديفيدوال دي بعد التمرين، ودي بتبقى رغبه لعيب واراده لعيب. عشان كده دائما في تحسن في المستوى. الحاجه اللي كانت ناقصاه النهارده بيسجل في المقص هدفين براسه امبارح، وهدف رائع زي ما قلت لك، زي رونالدو كده ما بيطلع بيبقى طالع فوق اي ستوبر بمتر كده ولا حاجه. فدي طبعا ميزه كويسه جدا في اداء محمد شريف. وزي ما قلت لك هو لعيب بيستثمر وجوده في النادي الاهلي، وبيستثمر ايضا امكانيات اللعيبه اللي حواليه. النهارده يكون هداف النادي الاهلي.